العبادة في العبادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم. وزي ما نوهت معاكم قبل الفاصل، الرياضة هي اللي بتخلينا نعيش أحلى حياة. إزاي نعيش بالرياضة أحلى حياة؟ ما هو الرياضة عايزة وقت وعايزة فلوس عشان ننزل الجيم، وعايزة مجهود، وعايزة عقل ودماغ فاضية، وتمارين كتيرة، ومجهود، وقلة أكل، وفيتامينز، وحاجات مش عارفة إيه اللي بياخدوها في الجيم. كل ده هنوصفه لكم دلوقتي. معايا اتنين جامدين قوي من الآخر كده، شباب زي الورد، شباب جامد جدا، قرروا ان هم يجوا لكم لحد البيت يوروا لكم ازاي تنعموا بالرياضه، والله مش بهزر، ازاي تستمتعوا بالرياضه جوه البيت. هنعرفكم ازاي تبنوا جسمكم، وازاي تعملوا رياضه وتستفيدوا بيها باقل الامكانيات وفي اكتر وقت ممكن. خليني انا وانتم ارحب بكباتن الجامدين جدا، كابتن ابراهيم بسيوني. زي الكابتن اهلا وسهلا حضرتك، انا خفت يا كابتن. وطبعا كابتن احمد هجرس اللي مشرفنا النهارده. الله يخليك. انا طبعا بحب جدا ان انا اتفرج، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، بحب اشوفكم كده وانا ابني كمان بيعمل جسم في الجيم، وكل الشباب اللي اتفرجوا عليكم دلوقتي. كابتن ابراهيم، يمكن عايزين الاول نقول للناس يعني ايه اللياقه البدنيه ونعملها ازاي؟ اللياقه البدنيه لها مكونات، يعني بتفرق ما بين المرونه والتوازن والتوافق العضل العصبي والتحمل العضل العصبي والتحمل الدوري العام والقوه العضليه. دي كلها لها مكونات. قبل ما ابدا في المكونات اللياقه البدنيه، ابدا اعرف ازاي الاجهزه. انا ما بروحش الجيم بشغل عضلاتي بس، في جهاز اسمه عضلي عصبي، ده مسؤول عن الحركات والعضلات والتوافقات بتاعتي. بيتقسم الجهاز العضلي، ده مسؤول عن الحركات، الجهاز العصبي مسؤول عن التوازن والتوافقات. بيتقسم لجهاز عصبي مركزي، ده مسؤول عن المخ والحبل الشوكي وجهاز عصبي خارجي. دول كلهم لازم اوفقهم معايا عشان ابدا في التمرين. بروح اتمرن على العضلات بتاعتي. هبدا ازاي بقى بعد ما عرفت ان في مكونات للياقه البدنيه؟ اعرف بقى يعني ايه مكونات للعضلات. مكونات العضلات عندي بتتكون من 78% ميه و20% بروتين و2% اي تي بي اللي هو ادينوسين ترايفوسفات وكرياتين. بعد ما عرفت كل ده ابدا ازاي بقى؟ لازم يعدي المعلومات دي كلها قبل ما مش شرط اخد بس ايه فيدباك صغير عشان اعرف اتمرن ازاي. احنا النهارده مش اللي انا اروح الجيم الف على الماشين زي العب هنا ست وهنا ست وهنا ست واروح واصحى تاني يوم متكسر، يبقى انا كده عملت مجهود. ما لقاش نتيجه واحبط وما اروحش تاني. النتيجه مش هتبان في يوم وليله طبعا، برضه النتيجه هتبان بالاستمرار بتغيير المستوى بتاعي. مش شرط احس بتغيير في شكلي، المهم ان انا احس بتغيير في صحتي ومجهود البدني بيزيد. مفهوم بقى اللياقه البدنيه اصلا ان انا ازاي اقدر اقوم باعباء الحياه واقوم بشغل كويس واقوم اروح شغلي واتحرك واطلع سلم واشيل شنط واشيل اعباء كتير من غير ما احس بتعب في فتره زمنيه قصيره او فتره زمنيه، المهم اتحمل بصوره كويسه. فببدا بتمارين بسيطه جدا هبدا اعملها. في ناس دلوقتي بتتفرج علينا في البيت طبعا، فلازم اخدهم واحده واحده قبل ما اروح الجيم. لا انا ممكن اعمل تمرين بسيطه جدا البيت. بس ستات ورجاله كابتن؟ ستات ورجاله وكبار ومسنين وصغيرين وكل الاعضاء كبير جدا. كابتن احمد، انا لسه كنت بسال قبل الهوا، كابتن ابراهيم الكابتن بتاعك ولا انت الكابتن بتاعه؟ فقال لي انا الكابتن بتاعه. قول لي بقى العلاقه بينك وبين كابتن ابراهيم، هي اللي بسم الله ما شاء الله وصلتك للجسم المثالي ده؟ الحمد لله، اكيد هو الفضل الاول ربنا ويرجع لي هو في التمرين. كابتن ابراهيم هو كان متمسك بيها وشافني قد حاجه ففضل معايا لحد الاخر. انت بدات امتى؟ يعني بقالك قد ايه؟ انا عندي 17 سنه 18 سنه بالظبط. انت عندك كام سنه دلوقتي؟ 22. فالفتره ديت كنت مستمر مع التمرين مع كابتن ابراهيم؟ لا، كابتن ابراهيم انا اتمرنت لوحدي الاول، بعد كده يعني عايز اوصل لحاجه هدف معين مش لاقي حد يوصله لي، فمفيش حد. كنت بلعب مع نفسي الاول كده ومفيش حد كان عايز مش عارف اوصل. فلحد ما رحت الجيم فكابتن ابراهيم كان جاي برضو لسه فيتنس مانجر، فتعرفت عليه فبدات بقى معاه اقول انا عايز كذا، طب انت ايه كده، وصلني فخلاص فهم دماغي. فحطيه بقى على الطريق، خلاص وجهنا وكملنا مع بعض. انتوا طبعا اثنين بالنسبه لي نموذج بسم الله ما شاء الله، يا ريت كل شباب مصر زيكم. احنا انتوا بتقدموا خدمه للناس من خلال احلى حياه. كل اسبوع هيكون عندنا فكره لشريحه معينه من شرايح المشاهدين. النهارده عشان عايز استغل الوقت، هتعملوا تمرين ايه؟ قبل ما نبدا بتمرين احنا لازم الاول نحدد مستوى، يعني زي ما كابتن احمد قال هو في البدايه خالص ما كانش عارف يعمل ايه، واشتغل على نفسه شويه لحد ما وقف في المستوى بتاعه. احنا مش اي حد ممكن يجيب التمارين كتير جدا، في منها الصح وفي منها الغلط. في ناس ممكن تفتح الانترنت تجيب تمارين لابطال كبيره جدا وعايزه تتمرنها،
قبل ما اجيب التمرين ده واتمرنه لازم اكون عارف انا مستواي يسمح ان انا اتفادى الاصابات منه او لا. عالي او لا. فهو احمد كان مستواه كويس ما شاء الله عليه من البدايه، كان متمرن واصل لمستوى كويس، بس مش عارف هعدي المستوى ده ازاي. فبدانا نوعا نجهز لبطوله واثنين، فبس ما حصلش نصيب فيهم. فبدا اللي هو ايه، طب انا هتمرن لنفسي ولشكلي ولصحتي. فبدانا نغير كل شويه، يعني بقى لنا 3 سنين ونص مع بعض او 4 سنين من شكل. يعني هو دلوقتي بشكل ممكن كمان 3 4 شهور نغير الشكل ده خالص. تغير شكل؟ يعني هو لو في صور دلوقتي احنا معانا صور بس هي ما جهزتش دلوقتي. لا الاسبوع ده اتجهز وقال لي افطر الفورمه ممتازه جدا. اول ما بدات معاه لحد الفورمه اللي بعدها في 6 شهور، بعدين 6 شهور تانيين جسمه اتغير تماما، وبعدين لحد قبل الفورمه دي حاليا. اصل انا برضو اعرف يعني ابني ما شاء الله اسم الله عليه كان مليان وخس، بس بعدين البطن انت مشكلته. عايز برضو يعني مالا بس بيعمل مجهود كتير في الجيم يعني، بس ما بيوصلش بسم الله ما شاء الله للنتيجه دي. هي على حسب المدخلات والمخرجات اللي انا بدخلها. مش عايز افتح في موضوع تاني، خلينا نتكلم في الموضوع ده. بس طب التواصل معاك بقى عشان لو ابني اول واحد هتكلم بقى كابتن خلاص ده بتاعك دلوقتي. ممكن الرقم هيظهر على الشاشه للتواصل مع كابتن ابراهيم وكابتن احمد، صح؟ احنا ان شاء الله النهارده بنحدد المستوى. ازاي هنحدد مستوانا؟ الكلام اللي احنا هنقوله ممكن يكون جديد جدا على ناس وممكن يكون قديم جدا على ناس، فاحنا عايزين نوحد ونشد الناس اللي هي اول مره تسمع الكلام ده للناس اللي هي سمعت الكلام ده كتير. فهنبدا باربع تمارين اساسيه، 3 تمارين اساسيه كفايه بنقيس بيها. بنعملهم في البيت عادي؟ نعملهم في البيت، وفي ليها تنوع كبير جدا برضه عشان ما يفتحش. احنا هناخد مثلا فقره ثانيه يبقى فيها تقسيم للحركات، ازاي ادرب المستويات بتاعتي. هنبدا نعمل تمرين على الجزء العلوي اللي هو البوش ابس او الضغط، وبعدين هناخد على الكور اللي هو البطن والجناب والرجلين والوسط، ده اسمه الكور ماسلز بتشتغل معاه طول الوقت. وبعدين هنشتغل على تمرين على الجزء السفلي اللي هو السكواتس. دي اول ما بنبدا بنشوف الماكسيمم ريبيتيشن او اقصى عدد ممكن اعمله او اقصى عدد للتحمل العضلي اللي انا ممكن اقوم بيه. وده عارف ازاي؟ احنا هنقيمه دلوقتي، يعني هنقعد بعد ما كابتن احمد يقوم بالتمارين دي هنبدا نقول احنا هنصنف نفسنا في اي مستوى، سواء بيجنر او انترميديت او اكسبرت او ادفانسد اثليت. هنبدا نعرف احنا فين في المستوى ده. انا تحت البيجر معانا تمارين لكل ده يعني. يا باشا انا معاك وانا جاهزه. احنا هنبدا ان شاء الله بالبدايه خالص قبل ما بعمل اي ورك اوت او اي تمرين لازم بقوم باربع مراحل مهمه جدا، اللي هو الورم اب او الاحماء. لازم اسخن نفسي، ده لازم الاحماء ده في اي حاجه لازم بسخن نفسي كويس جدا عشان اهيئ عضلاتي انها تقوم بالانقباض والانبساط عشان ما يحصلليش اي اصابات وتشنجات واكمل التمرين على خير. بعد الاحماء بقوم بعمل استرتشات حركيه او دايناميك ستريتشز عشان امهد ادي للعضلات بتاعتي اللي فيها خاصيه مطاطيه تبدا تديني الاقصى استفاده في التمرين. بعد كده بقسم وقتي، بعرف ادي لنفسي انا هتمرن قد ايه بالظبط او الساعه الفتره الزمنيه بتاعت التدريب بتاعي. منها انا بحدد مستواي فيها، انا اتمرنت النهارده قد ايه وجبت اخري الماكسيمم، خلاص انا الفيتنس ليفل عندي خلاص وصل لحد كده. ده لما احس ان انا تعبت، بعد ما احس ان انا تعبت بشويه كمان مش شرط يعني ارجع على نفسي شويه بس بالله عليك ببدا اوصل ان انا خلاص عملت الاسسمنت بتاعتي او الفيتنس ليفل بتاعي الفيتنس تيست بتاعي. بعرف بعد كده انا لما اشوف التمرين ده هقدر اتمرنه ولا لسه شويه عليا. هو المستوى ما بيقدمش في دقيقه او في يوم او في ليله، لا ده تراكم شغل على بعضه وشغل على نفسي عشان اطور واوصل لرنج عضلي كويس. نبدا يلا بينا يلا بينا. انا ركزت معاك هتكسروا بعد كده. لا لا احنا مش هنعمل الاحماء ده، هنعمل تمرين على طول هنعمل رياض مع بعض. يعني دقيقه مثلا احماء بس عشان الناس تعرف تشوفنا، هندي مثلا تشكيلين للاحماء الناس تعرف تقيمه واحنا واقفين في مكاننا. طب احنا نعمل نزق الترابيزه ولا هديك المكان المناسب لحضرتك ممكن تقول لنا ايه؟ احنا محتاجين دقيقه بس هنعمل 30 ثانيه كده. طيب ثانيه كده انا بتفرج من كل الشباب اللي بيشوفونا دلوقتي اتفرجوا على كباتني الجامدين. اتفضلوا هنبدا نعمل تمرين اسمه الجامب جامب. ممكن يبقى هنا قدام الترابيزه؟ تمام مفيش اي مشاكل. احنا هنعمل تمرين جامدي ظهرك كده يا احمد. ايوه هنبدا نعمل جامب جاكس. طب نفتح رجلينا وايدينا مع بعض، نبدا نحسب المفروض اللي احنا بنشتغل مده الاحماء من 5 دقائق ل 12 دقيقه بس تبقى اسرع من كده طبعا، بس هو خايف على الارضيه. بنبدا اللي هو ايه، هناخد 30 ثانيه بس كفايه. وبعدين بنشتغل هاي ني، نرفع ركبتنا فوق وسطنا لازم ظهرنا يبقى ده ورم اب يا كابتن. وسطنا لازم يبقى مفرود، الرجله بتاعتنا بتطلع ب 90 درجه ولازم بتنفس كويس عشان اوزع نفسي وما اتعبش بسرعه.
خمس ثواني بس. التنفس بيبقى من مناخيري. من مناخيري وبيطلعوا من بوقي. على حسب، في ناس لما بتتعب بتبدا تيجي لها زي انهيار عصبي كده جوه، اللي هو ما بقدرش اتنفس، بتنفس من بوقي او مناخيري عادي. المهم ان انا اقوم. احمد الكاميرا هي انت بتديلها ظهرك. المهم ان انا اقوم بالنشاط بتاعي بشكل كويس. تمام. عملت الورم اوت، الورم اب بتاعي، بعمل استرتشز، هاخد استرتش الشولدر قدام تمام. برضه حوالي مثلا 10 عدات من كل جنب. بعمل ورم اب للكوادرسيبس بتاعتي، لرجلي الاماميه والخلفيه، ده 10 عدات. لازم برضو اركز 10. انا ارفعها كده اعد 10. اعد 10 وانزل، يعني واحد وانزل تاني اتنين، 10 عدات، بحيث ان انا اعمل ستريتشز للعضلات الاماميه ما تنشنش معايا واحنا في الاداء. ده بيريح، ما يخليش الواحد يتعب في التمرين. مش بتعب، يديني اقصى استفاده. يعني انا بقوم بالنشاط، طالما بدات تمرين يبقى مش لازم اتعب او مش لازم ان انا اتصاب، انا بخفف الاصابه وباخد اقصى استفاده. طيب. عشان التمرين لازم يكون ان هو بيمثل اصلا 20% من التوتال. 20% انا بعمل بريكنج داون للمصل، مش ببنيها. الجيم ما بيطلعش عضلات، الجيم بينسق جسمي، بيعمل بريكنج داون في التغذيه بقى ووقت الراحه، ده بيقسم، ده اللي بيعمل لي بيلدنج اب للمصل بتاعي. ان شاء الله في الفقرات اللي جايه ان شاء الله. يلا يا احمد بنبدا اول تمرين للابر بادي بتاعنا. بنبدا بالبوش ابس كده ممكن حسب بقى المصورين بتاعنا. نبدا للبوش ابس بتاعنا. المفروض ان جسمي يبقى مظبوط، مفروض راسي باصه فوق، ايديا في اتساع كتفي، ببدا انزل ل 90 درجه وبطلع تمام. بنزل بطلع، ممكن تعمل خمس عدات. جميل قوي ما شاء الله كده، ده الوضع الصح. طب انا دلوقتي وزني كتير شويه او اول مره اقوم بنشاط في حياتي، اقدر اقوم بيه ازاي؟ ممكن بننزل وبنحط رجلينا على الارض، ركبتنا بتبقى على الارض وظهري مفرود زي ما احنا بنعمل كده. ده احمد عادي، ده عادي، متعود، ما بيشتغل في اكتر من كده كمان. في اقصى الظروف بيبدا يورينا خمس عدات. واحد، ايوه احسن، جميل قوي. طب انا مستواي اضعف من كده، ممكن اعمل ايه؟ هو لما عمل الرجل كده دي ليه؟ احنا عندنا ده اسمه دراع الطول مع مركز ثقل الجسم، ده بيتقل. لما قللت دراع الطول فقلت المقاومه بتاعتي شويه. لكن هو كده في اصعب من كده كمان، لو رفعت رجلي، ده هنتكلم عليها في فترات ثانيه. طب انا دلوقتي مستواي اصعب، يعني اقل من كده كمان، ممكن اعمل ايه؟ زي كده ممكن ممكن على اي حيطه في البيت عندي، وبقف بس قدامها وبشتغل عادي خالص. المستوى بيسهل كده كده، يعني بحط ايدي على الحيطه وببدا اشتغل عادي خالص، وبجيب اقصى عدد ممكن اقدر اجيبه، بحيث ان انا اقدر استفاد من ده. ده للشولدرز والشست والايدين والكور، الجسم كله يعتبر بيشغل مجموعه عضليه كبيره جدا. تمام. اقدر استفيد بيها. تمام. تاني تمرين احنا ممكن ناخد السكواتس، او اللي هي اللي احنا بنقولها في الجيم سكواتس. اعملها صح. المهم يعني اعملها صح ازاي، او اقدر اعملها صح ازاي، لان فيها عوامل كتير او ممكن تاثر على المفصل بتاعي. على المفروض ممكن نسبه تحت كده، المفروض ان انا احس بنبض العضلي هنا وفي اسفل الظهر من ورا، المنطقه بتاعت الرجل كلها ممكن اطلع. طب في ناس بتنزل بتضايق الركبتين تحت وهي نازله، الركبتين بالطريقه الغلط اللي احنا بنحذر منها. بننزل كده الركبتين بيعدوا مشط الرجل كمان. يا احمد عشان متعود على الوضع الصح على طول، مش عارف يعمل الغلط. الغلط عايزين ركبتنا تعدي مشط الرجل لقدام كمان اكتر شويه، افرد ظهرك ما تدهنوش، انزل على طول. في ناس كده الحركه دي بتاثر على المفصل بتاعي، ببقى الطفل كله على المفصل الركبه نفسه مع اللونج تيرم، ولو وزني تقيل شويه مش هقدر اعمل كده. طب انا عايز مستوى اتقل من كده، او انا وزني تقيل، او انا مسن، او عندي مشاكل في المفاصل بتاعتي، انا ممكن اقدر اعملها ازاي؟ ممكن زي ما كنا قاعدين هنا على الكنبه، بقعد خالص، بفرد جسمي وبقف بس كده. بس كده بالنسبه لحضرتك سهله جدا، بس بالنسبه لسن متقدم شويه او عنده اصابات تبقى صعبه جدا، تبقى مشكله. ببدا اعمل كده. في مستويات اصعب من كده بكتير كمان، بس احنا عايزين نجيب نشتغل بقى وضع صح. في ناس مثلا تقول طب انا بعمل ديب سكوات. ديب سكوات وريني الديب سكوات، بينزل الرينج اوف موشن الكامل للحركه بتاعت العضله والمفصل بتاعي، بنزل لحد تحت كمان. في ناس مثلا ده بالنسبه للناس المتقدمه شويه في المستوى. طب احنا دلوقتي مستوى صعب شويه، ممكن ينزل ما فيش، ممكن يكسر مثلا 110 درجه بس كده، بينزل بس يحرك بس. الوضع الصح ان ركبتي تعديش مشط رجلي،
ما تطلعش لقدام قوي. اه ممكن الاطفال في البيت يعملوه، الشباب يعملوه، الكبار يعملوه. طب قلنا فايدته ايه السكوات؟ اللي هو النص الجزء السفلي كله للجسم. بيشتغل بقى الوضع بتاعنا خالص اللي هو 90 درجه، ده للمبتدئ اللي هو داخل الجيم. يبدا يشتغل عايزين 5 عدات. جميل جدا. مع النفس بتاعي طبعا بص لفوق، ده اللي بيبقى المفروض بص لفوق عشان اقدر احافظ على اللي العضلات بتاعتي. انا كده بشغل عضلات، يعني قلنا 20% المستوى البدني 20%، فانا عايز استفاد منه اقصى استفاده. خلاص خلصنا السكوات، نبدا بنريح ما بين كل ست وست. احنا بنشوف احنا بنعمل كام ريبيتيشن او كام عده في الاخر متوسط. ممكن واحد في البوش ابس يجيب مثلا 100 عده. هنقعد عشان هنقعد فاضل تمرينين، مش هينفع الوقت عد للاسف. احنا لازم نحمس الناس علشان التمرين الجايه دي، تمارين مهمه جدا. التمرين احنا كنا دول 4 تمارين اساسيه، احنا كنا عملنا ورم اب وعملنا بس حاجه كده بس الورك. كان فاضل تمرين كده عشان الناس تبدا تسجل معانا وتبقينا هم عملوا ايه او وصلوا لايه. احنا نعمل على فكره الجدول مع كابتن ابراهيم وكابتن احمد بين دلوقتي، كلنا بدانا وهنشتغل معاك وانا نفسي هبدا ان شاء الله. حسين عايزين نقول الكرانش برضه او الاب كرانش اللي هو تمارين البطن، يبقى احنا كده سيطرنا على الجسم كله. نبدا نشتغل ممكن لمده اسبوع. انتوا عارفين ناس كتير قوي مستنيين موضوع البطن دوت، فاكيد الناس كلها تستنانا الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا لو ما كانش الوقت عدى بسرعه كده احنا كنا لسه عايزين نقول حاجات، بس معلش ان شاء الله الاسبوع الجاي هيكون عندنا تركيز اكتر وهنوري لكم تمارين البطن وهنكمل التمرينين اللي احنا سيبناهم ان شاء الله باذن الله. طبعا ما شاء الله كابتن احمد ما شاء الله عليك، يعني انت حضرتك متمكن جدا ومتميز جدا وعارف بتعمل ايه، فاكيد الناس كلها هتستفيد ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن احمد. كابتن ابراهيم، كابتن احمد ما شاء الله عليك، انا عايزه ابقى عندي اليافطه كده زيك ان شاء الله. كل الشباب يشوفونا يبقى انتوا ليهم الكباتن بتاعهم كده ان شاء الله. برضه التواصل مع كابتن ابراهيم وكابتن احمد على الرقم اللي هيظهر على الشاشه، عشان احنا بدانا احنا وانتوا حياه صحيحه سليمه مع كابتن ابراهيم وكابتن احمد، وكل يوم 4 ان شاء الله هنبتدي معاكم بقى على اللونج ران لمرضى السكر ومرضى الكار والصغيرين، لان الرياضه حياه. شكرا جزيلا كابتن ابراهيم بسيوني وكابتن احمد هدرس، نورتيني شرفتيني في نهايه الفقره النهارده. انا استمتعت بيها واقعد اعملها في البيت في الويك اند، عشان النهارده دي اخر فقره واخر يوم لينا معاكم في الاسبوع ان شاء الله. حتى القاكم يوم السبت القادم على خير وسلامه، ويك اند سريع وسعيد واحلى حياه ليا وليكم. السلام عليكم.